أما فرح نحن مكملين بفقراتنا لليوم. فقرة طبية رشا كتير مهمة، بتحمل أجوبة على استفسارات كتير من الأهالي. اليوم رح نحكي عن اللقاحات، أهميتها خاصة من أعمار الصغيرة لعمر 15 سنة، قديه مهم ناخدها بمواعيدها. كل هاي التفاصيل رح يحدثنا عنها الدكتور عصام داود، اختصاصي في أمراض الأطفال. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك. صباحكم. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وخاصة بالفترة اللي عم نعيشها زادت الفيروسات والجائحات إن كان كورونا وغيرها. بداية دكتور خلينا نحكي شو أهم اللقاحات اليوم المفروض على كل الأهالي إنهم يعطوها لأبنائهم. صباح الخير وشكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. بالنسبة للقاحات، اللقاحات هي علم كبير، والإنسان بدأ يعني يشتغل عليه من حوالي عقود طويلة، واللقاحات لازم الإنسان يأخذها منذ اليوم الأول للولادة. هي لازم الأم دائما تفضي حالها أو أحد الأقرباء أنه يلقحوا ابنه منذ اليوم الأول للولادة. أول لقاح لازم يأخذه الإنسان منذ الساعات الأولى هو لقاح البي سي جي، أي لقاح السل. هذا اللقاح كتير كتير أساسي وكتير، هو من اللقاحات الأوائل لازم يأخذها، ولقاح التهاب الكبد بي، ولقاح الشلل منسميه الشلل صفر. ليش منسميه صفر؟ لأنه الجسم ما تعرف عليه. نعم. بداية الشهر الثالث لازم الإنسان يأخذ لقاح اسمه اللقاح الرباعي، واللقاح اللي مكون من الدفتيريا والسعال الديكي والمستدميات النزلية، ولازم يأخذ كبد كمان، التهاب كبد اسمه بي، هي بنسميها جرعة تانية. وشلل عضلي، الشلل العضلي بيكون هو شلل مقتول، مو مثل الشلل الفموي. الشلل الفموي هو فيروس مضعف، أما الشلل العضلي فهو لقاح مقتول. نعطيه هذا اللقاح واللقاح الآخر ليتعرف ويقوي مناعته بزيادة عليه. بداية الشهر الخامس بنعطيه لقاح رباعي وشلل عضلي مرة ثانية، وبالسابع بنعطيه كمان رباعي وشلل فموي وكبد ثالث. أما بعمر السنة بنعطيه لقاح اسمه MMR، اللي هو حصبة وحصبة ألمانية ونكاف، نكاف بيسموه الأعوام أبو كعب. هذا لازم يأخذه الإنسان، لأنه إذا انصاب الإنسان فيه بيأثر على شغلات تانية بالجسم. نعم. بعمر السنة وبياخد شلل فموي وبياخد معه فيتامين آ، فيتامين آ لتقوية الجهاز المناعي. نعم. بعمر السنة ونص بياخد رباعي وشلل فموي وMMR تانية وفيتامين آ مرة تانية. هذا هو برنامج وزارة الصحة في سوريا، وهو من أفضل البرامج في العالم قاطبة. نعم. هذا برنامج وزارة الصحة السورية. هلأ في عندنا لقاحات من تمام نحن بصف الأول وبصف السادس. تعرفوا اللي عنده أولاد من كانوا صف سادس وصف أول أخذوا لقاحات. بالصف الأول بياخد شلل يعني شلل فموي وسحايا، وبصف السادس بياخد ثنائي كهلي. هاي لقاحات المسؤولة عنها وزارة الصحة ووزارة التربية، هي اللقاحات المسؤولين عنها نحن. نعم. طبعا في لقاحات تانية هي بتجي حسب ما الانسان هو بحاجته او لا. الدكتور الشخصي للطفل هو اللي بيحدد هذا الشيء. نعم هو اللي بيحدد. وانا بطمن جميع الاهالي انه لقاحات سوريا للمره الثانيه مفحوصه بوزاره الصحه عده مرات قبل ان يتم تناولها من قبل اي طفل، مفحوصة عدة مرات. نعم. وهي من أأمن وأسلم وأفضل شركات العالم على الإطلاق. نعم. وبنصح الأهالي دائما يروحوا بموعد المنتظم على لقاحاتهم دون أي تأخير. هون دكتور هذا السؤال اللي كتير مهم، قديش اليوم ضروري فعلا نلتزم بمواعيد اللقاحات بشكل مضبوط؟ يعني مثل ما عم نشوف الحملات بيقولنا من تاريخ كذا لتاريخ كذا هو الوقت المحدد لتناول اللقاحات. قديش مهم نحن نلتزم وما يمكن نضيع ولا حملة لقاح إلا ما نكون ملتزمين فيها؟ نعم صدقتي كتير. نحن لازم شو ما كان عنا شو ما كانت أسبابنا نروح نلقح أولادنا بمواعيد اللي نحن لازم نلتزم فيها، لأنه اللقاح
مشان يضل فعال بالجسم ناخده بترتيب وبأزمنة معينة وليس عشوائيا، لأنه إن الإبطاء في عملية اللقاح أو عدم الانتظام تساوي عدم اللقاح وعدم التلقيح. فهي في عندنا نحن ناس تصديقا لكلام تفضلتوا فيه اسمه المتسربين، يعني اللي بتسربوا من اللقاح لأسباب كثيرة يعني. ولكن المتسربين نحن دائما بنعمل لهم كل سنة عدة حملات ما بنتركهم، لأنه إذا صابهم المرض بيتعرضوا لأشكالية كبيرة وبيعرضوا المجتمع لأشكالية كبيرة طبعا. فنحن يجب أن نلتزم بالمواعيد بشكل دقيق جدا، لأنه مشان يضل الجسم عنده مناعة من المرض اللي عم نحميه منه. تمام. طيب دكتور، هدول الأشخاص مثل ما سميتهم حضرتك بيتأخروا عن اللقاح، بيرجع الطفل بياخد نفس الفائدة كونه هو تأخر عن الموعد المحدد للقاحه كان بعمر السنة، عمر السنتين، عمر السنة ونص؟ نعم. هلأ احنا بيجينا من عدة فئات ناس متسربين وبيحكوا لنا قصص كتير شو سبب تأخيرهم. في ناس مخوفينهم من اللقاح، في ناس بيقولون ان اللقاح بيضر، في ناس بيقولون انه بعدين بعدين بعدين. بياخدوا، نعم بياخدوا كتير مناعة قوية، ونحن نضطر نعطيهم عدة لقاحات سوا مشان نحميهم من عدة أمراض سوا. وبياخدوا مناعة جيدة جدا. وبتأمل من كل طفل متسرب، كل أم عندها طفل مو أخذ لقاحه تبادر بسرعة إلى أقرب مركز صحي تابع لوزارة الصحة حصرا، لأن في سوريا وزارة الصحة هي المسؤولة حصرا عن اللقاحات، وهذا توصيف منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة هي المسؤولة عن اللقاحات وليست أي جهة تانية. بتأمل من أي أم عندها طفل ما لو أخذ لقاحه وتراجع أقرب مركز لتسأله كيفية إعطاء اللقاح لهذا الطفل. ونحن منساعدها ومنقوم بواجبنا كاملا. دكتور، إذا بدنا نحكي عن بعض البلدان المجاورة عم نشوف في لقاحات بأسعار باهظة. اليوم نحن لقاحاتنا كلها مجانية وأثبتت فعاليتها مثل ما تفضلت وحكيت، وهي أصلا مفحوصة بشكل كامل. اليوم نحن اللقاحات الموجودة عنا ببلدنا، هل هي كافية بشكل كامل للطفل السليم يلي ما بيعاني من أي أمراض حسب مثل ما بنقول تشخيص الطبيب المشرف على صحة الطفل؟ شكرا للسؤال. حقيقة لقاحاتنا، برجع بأكد مرة ثالثة، هي من أفضل شركات العالم، وهي مفحوصة عدة مرات قبل الدخول إلى جميع الأطفال. وأطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، نحن مسؤولين عنهم لأطفالنا وعن صحتهم. اللقاحات كافية، كافية جدا لقاحات وزارة الصحة حتى عمر السنة ونص. بعد عمر السنة ونص في أطفال بحاجة، حسب تقييم الطبيب، بحاجة لعدة لقاحات، ولكن هي لقاحات فرعية وليست أساسية. نعم. هي لقاحات استكمالية فرعية وليست مثل شو؟ مثلا عندنا لقاح التهاب الكبد، ممكن الطفل ياخده، ايمت ممكن لازم ياخده؟ إذا كان عايش الطفل ببيئة مثلا يشك انه المياه فيها ملوثه، او يشك انه الخضروات ملوثه، وهي وما في امكانيه نحن نغسل الخضار. نعم. او يعني هي هذا الفيروس بيجي عن طريق الاكل الما نظيف والمي الما نظيفه. في هذا اول واحد. يعني في عنا عدة لقاحات، في لقاحات تانية، لقاح اسمه الرئويات، طبعا لأمراض معينة للناس عندهم عمليات معينة مسوين عمليات بياخذوه بيتناولوه. في عنا عدة لقاحات وعدة أنواع من اللقاحات. في ناس بيحبوا ياخذوا لقاح السحايا بعد بعمر السنتين فما فوق. طبعا نحن بوزارة الصحة بنعطيه بصف الأول، لأنه الاختلاط نتيجة أنه الطفل فات على المدرسة بعدد طلاب كبير. نحن دائماً حضرتك بتعرفي أن يعني الازدحام أكيد بيعمل عدوى، يساعد على انتشار الأمراض. نعم. مهما كانت الأمراض تقريباً طبعاً الازدحام بيساعد على انتشاره. فنحن بنعطيه صف الأول، وهذا حكمة من وزارة الصحة
نعم. انه تعطيه بصف الاول لحظه دخول الطفل للاشتراك والاحتكاك باصدقائه، عرفتي كيف؟ نعم. ورح اقول لكم شغله، انا ما بعرف اذا انتم اكيد، نحن كلياتنا كان عندنا اولاد وشفتوا الاولاد كيف. الاطفال هن هبه من الله، طبعا هبه من الله، يجب الحفاظ على هذه الهبه بشكل وبجميع الاشكال. اكيد دكتور، في نقطه كثير مهمه حكى الكلمه الحكيم، انه في ناس ما بتلتزم، في ناس بتخوفك من اللقاح، دائما عندهم فوبيا من لقاح السنه ونص للطفل، انه موجع كثير، وبترجع بقول لك الجيل القديم اي انا ما كنت لقح اولادي وليكي ما احلاهم بحياتهم ما مرضوا. اليوم شو اللي اختلف؟ شو اللي اختلف؟ شكرا للسؤال. اختلف اشياء كثيره من ايام، من عصر اجدادنا وعصر ابائنا، اختلف اشياء كثيره. نحن عايشين بزمن مختلف، فيروساته بتتعدل وبتتحور وبتتبدل. بتطور حالها. هلا كلمه تجديد وتحوير، يعني الفيروس بيقلب حاله عده مئات من المرات. نعم. عده مرات من المرات. على الانسان انه يحمي اولاده باللقاح، وهي الطريقه الامثل، الطريقة الأمثل للحماية، الطريقة الأمثل. وبنصح الأمهات والآباء مرة تانية، اللي عنده طفل متسرب أو هو ما نعرفان شو لقاحاته، يتوجه لأقرب مركز صحي تابع لوزارة الصحة حصرا. نعم. ما يتوجه لحدا تاني، وزارة الصحة هي المسؤولة عن حماية هذا الطفل، وهي تقوم بواجبها كاملا. وزارة الصحة مشكورة أكيد. ونحن لو حضرتكم بتتفضلوا بتشوفوا عنا كيف الشغل باللقاحات، اللقاحات في وزارة الصحة هي شيء مقدس جداً، وهي من أفضل، للمرة الرابعة، من أفضل الأبحاث والمختبرات والشركات العالمية على الإطلاق. رغم كل ما تمر فيه سوريا، سوريا تؤمن اللقاحات لأطفالها مجاناً. دائماً الجانب الصحي والتعليمي ضمن سوريا مجاني، ويعني بنفتخر بهي القصة. دائماً نحن بيقولوا أنه بسوريا دائماً التعليم والجانب الصحي عم بيكون مجاني، فأكيد اليوم وزارة الصحة تشكر على كل الجهود يلي عم تقدمها بضمن الإمكانيات المحدودة. بدي معلش أقول لكم شغلة كمان إذا بتريدوا، بدي أقول لكم أنه في شغلات مثلاً الإنسان لازم ما يعطي ابنه لقاح إذا الطفل عنده حرارة شديدة جدا من أجل اللقاح، إذا عنده أمراض شديدة جدا تمنعه من اللقاح، وليست أمراض بسيطة كالرشح والحرارة الخفيفة. الرشح والحرارة الخفيفة لا تمنع اللقاح. قبل ما نختم دكتور، لأنه صار وقتنا كتير ضيق، سؤال انتشر بالفترة الأخيرة وسمعنا كتير عن لقاح القريب للأطفال، بعض الأمهات تمنعوا عن هذا اللقاح، قالوا معلش خلي الولد يجرب ويصير عنده مناعة. هاي الكلام اللي نحن كتير بنسمعه، بعض الأمهات لا أنا بدي أحمي ابني من حتى نسمة البرد وما بدي يجرب أو يمرض. بس خلينا نحكي عن هذا اللقاح تحديدا، لأنه شفنا نحكى عنه كتير كمان. قصدك عن لقاح الانفلونزا الموسمي؟ تمام. ايه، نحن عندنا بسوريا لقاح جابته وزارة الصحة مشكورة كمان، من افضل الشركات، وهذا اللقاح كان اختياري وليس اجباري. وهذا مو ضمن اللقاح الروتيني للانسان. تمام. مو ضمن اللقاح الروتيني، اللقاح الروتيني هو الاساسي، وهذا من قبل اللقاحات. في اطفال لازم ياخذوا معهم مثلا اشياء معينة، امراض قلبية، امراض صدرية، أمراض من نوع معين لازم يتناولوا. وفي أطفال نحن بنترك الاختيار لأهلهم، لأنه الاختيار بيرجع بهالنقطة للأهل. ولكن في أطفال عندهم أمراض قلبية وصدرية ومعينة تانية لازم يأخذوا ولازم يتناولوا. تمام. اللقاح الموسمي كان موجود وتناولوا عدة آلاف من الأطفال عندنا بسوريا، وعطى نتائج إيجابية، ونحن تابعنا الموضوع. نعم، مشكور دكتور كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، على حالة الطمأنينة اللي عم تنشر اليوم ان كان بين الامهات او حتى لنا، لحتى نحن نكون على ثقة دائمة انه وزارة الصحة دائما عم تقوم بواجبها على اكمل وجه، رغم كل الظروف الصعبة اللي اشرت الى دكتور. نحن اولادنا بألف خير، نحن بأمان وبمأمن، ومنشدد دائما على ضرورة اخذ اللقاحات بموعدها، عدم التسرب او التساهل بهذا الموضوع.
شكرا لك دكتور. شكرا دكتور. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. وشكرا للاخباريه السوريه وشكرا لجهود جميع العاملين معكم. شكرا لجهودكم. انا بس بدي احكي كلمه الف شكر لكم. بدي احكي كلمه، بدي لكم نصيحه، اللقاح والنصيحه. نعم. ما في غيرها نصيحه للاطفال، وما في شيء اهم منها للاطفال من عمر يوم حتى عمر سنه ونص. لا حدا يتهاون بلقاح اولاده على الاطلاق. اكيد. والف شكر لكم. شكرا. شكرا دكتور.